العمل الحزبي ديال التجمع الوطني الأحرار ولمواكبة العمل. وحنا حزب راك عرفتو منذ 5 سنوات ماشي دكان انتخابي، ولكن تيلعب الدور الدستوري ديالو لتأطير المواطنين. هذا اللقاء ديال اليوم هي سلسلة ديال اللقاءات غادي تكون سميناها نقاش الجمعة، غادي نطرحوا فيها بعض القضايا لتفسير العمل الحكومي، لمواكبة العمل الحكومي، لنسندوا به رئاسة الحكومة لتطأسها الحزب ديالنا لكي نحقق ما المبتغى ديال الناخبين اللي وضعوا فينا في الثقة، واللي خصنا ولا بد نرضيهم بالعطاء ديال الحزب وديال الحكومة. وشكرا.